اهلا وسهلا بكم مره تانية. النهارده باذن الله هنراجع التاريخ الوحده الاولى في التاريخ الصف الثاني في الاعداد. اولا التاريخ عندنا بيتكلم عن خمس دول اسلاميه. الخمس الدول اللي اتكلمنا عنهم بدءا من الدوله الامويه، وبعد كده اتكلمنا عن الدوله العباسيه، وبعد كده خدنا بعض النماذج من الدول المستقلة زي الدولة الفاطمية، واتكلمنا عن الدولة الأيوبية اللي اسمها صلاح الدين الأيوبي، وآخر حاجة اتكلمنا عنها هي الدولة المملوكية اللي كونت على يد سيف الدين قطز والظاهر بيبرس. هنتكلم عن الدول دي كلها بخصوص الممكن، نحاول نراجع افكار اهم الخلفاء وسبب النشاه وسبب السقوط للدول الاسلاميه الخمسه اللي قدامنا. نبدا باول دوله وهي الدوله الامويه. زي ما احنا عارفين الدوله الامويه تم تاسيسها على يد معاويه ابن ابي سفيان. الدوله دي حكمت المسلمين تقريبا اكثر من 91 عام، حكم من خلالها تقريبا 37 خليفة. تمام، الدولة الأموية تتحدث عن أربع خلفاء رئيسيين فيها، بدءا من معاوية، وبعد كده هناخد عبد الملك ابن مروان، وهناخد الوليد ابن عبد الملك، وهناخد الخليفة رقم خمسة في الدولة، قصدي رقم ثمانية في الدولة، وهو الخليفة عمر ابن عبد العزيز. دول الخلفاء اللي اتكلمنا عنهم بالنسبه للدوله الامويه. لو نرجع لمعاويه ابن ابي سفيان، ده يعد المؤسس الاول. عمل ايه؟ اول حاجه نقل الخلافه من الكوفه لدمشق. وقلنا بما تفسر عشان يكون ما بين انصاره ومؤيديه، يعني يكون ما بين مؤيديه اللي موجودين في دمشق، يكون بين انصاره. وانا عمل حاجه ثانيه اسمها ديوان الفاتن. عمل ديوان الفاتن، يقول لك بما تفسر لحفظ مراسلات الخليفه او كتابات الخليفه. حفظ مراسلات الخليفه. عمل تاني، قال لك انشأ مدينه اسمها مدينه القيروان اللي هي حاليا في تونس. انشأ مدينه القيروان. عمل تاني، قال لك ان معاويه بن سفيان غير نظام الخلافه من نظام نظام الشورى الى نظام الوراثه، يبقى غير الخلافه من الشورى الى نظام الوراثه. ده بالنسبة لعهد معاوية ابن أبي سفيان. طيب نخش في عهد عبد الملك ابن مروان. عبد الملك ابن مروان بنسميه المؤسس الحقيقي. المؤسس الحقيقي، ولما يجي يسافر امتحان بما تفسر يطلق على عبد الملك ابن مروان لقب المؤسس الحقيقي للدولة الأموية، هقول لأنه فضل على الفتن والثورات. ثورات كتيرة كانت في عهده قضى عليها ويكون الدولة وعمل استقرار ليها مرة ثانية. إيه اللي عمله عبد الملك بن مروان؟ أول حاجة أعاد بناء الكعبة. اثنين، وسع الحرم المكي. ثلاثة، عمل إن هو عرب الدواوين وعمل العملة الإسلامية. عرب الدواوين ونقط المصحف وعمل حاجه اسمها ان هو عرض دواوين نقد المصحف وعمل العمله الاسلاميه. ده عبد الملك ابن مروان. ناخد عهد ابنه الوليد ابن عبد الملك. وليد عبد الملك ده كان اقصى اتساع لدوله اسلاميه، بدات من الاندلس لغايه السند، ومن الشمال من ارمينيا اللي هي حاليا تكون تركيا، وتحت في النوبه. اقصى اتساع في الدوله الاسلاميه او عهد الدول الاسلاميه الخمسه كانت في عهد عبد الملك ابن وليد بن عبد الملك. الوليد ده عمل ايه؟ قال لك ان هو اول حاجه عملها ان هو اهتم بالعلماء. وانشا مسجد
الأموي في دمشق. العهد عمر بن عبد العزيز. عهد عمر بن عبد العزيز ده انه اهتم بامور المسلمين عامه، عشان كده سميناه خامس الخلفاء الراشدين. خامس الخلفاء الراشدين. بما تفسر يطلق على عهد عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين، لانه حافظ على اموال بيت المال، خد كل امواله وحطها في بيت المال، وخد كل اموال بني اميه اللي هي الدوله الامويه وحطوه في بيت المال ووزعها على المسلمين عامه. عشان كده الناس في عهده افتكرت ايام الخلفاء الراشدين الاربعه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا، فاطلقنا عليه الخامس للخلفاء الراشدين. يبقى بما تفسر يسمى عهد عمر بن عبد العزيز بخامس الخلفاء الراشدين، هقول لانه استطاع ان يحافظ على اموال بيت المال. دي الدولة الأموية، الخمس الأربع خلفاء اللي بنتكلم عنهم هم الخلفاء الرئيسيين للدولة الأموية. طيب نخش سبب سقوطها وسبب ضعفها. سبب السقوط أو سبب الضعف، ضعف الدولة تقريبا واحد في الأموية والعباسية والفاطمية، بس مع اختلاف بسيط جدا. هنسيب دلوقتي سبب السقوط وسبب الضعف عشان نعرف نفرق ما بين الأربعة مع بعض. ناخد الدولة العباسية. الدولة العباسية تنسب الدولة العباسية إلى العباس ابن عبد المطلب اللي هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب الدولة العباسية الدعوة قامت على يد واحد اسمه أبو مسلم الخراساني. أبو مسلم الخراساني قائد إسلامي قدر إنه يوحد مجموعة من المسلمين في ناحية آسيا وجمع المسلمين هناك وحارب الدولة الأموية ودعا أن تكون الخلافة في يد العباسيين اللي هم أعمام الرسول صلى الله عليه وسلم. قدر ابو مسلم الخراساني انه يهزم اخر خلفاء بني اميه اللي نطق باسم مروان ابن محمد وقتله في معركه اسمها معركه الذئب. يقول لك نتائج مترتبه على معركه الذئب هقول انتهاء الدوله الامويه وبداء الدوله العباسيه. نبدا الخلفاء العباسيين ناخدهم كده بالترتيب مع بعض. اول خليفه هناخده اسمه ابو العباس. اثنين هناخد هارون كده ابو جعفر. ابو جعفر المنصور. وهناخد هارون الرشيد. وهناخد المأمون. وهناخد المعاصر. دول الخلفاء الخمسه الرئيسيين. قبل ما نتكلم على خلفاء الدوله العباسيه لازم نعرف ان الدوله العباسيه استمرت حكمها للمسلمين اكثر من خمسه قرون. 525 سنة، فانقسم العهد العباسي فترة كبيرة جدا إلى فترتين. الفترة الأولى سميناها فترة القوة، الفترة الثانية فترة الضعف. الفترة الأولى والفترة الثانية. الأولى فترة القوة. الفترة الثانية فترة إيه؟ الضعف. الأولى قوة الإيه؟ اللي تولى فيها خلفاء أقوياء زي أبو العباس، أبو جعفر، هارون، المأمون، المعتصم وغيرهم كتير. الفترة الثانية ظهر فترة الضعف، لأن جه خلفاء أضعفاء كتير، تمام؟ وبالفترة الثانية ظهرت حاجة اسمها دول مستقلة زي الدولة الفاطمية والدولة الأيوبية، دول مستقلة، بالإضافة إلى حاجة إن في هجمات خارجية زي هجمات الصليبيين وهجمات قطار على الدولة العباسية، انتهت في النهاية لإسقاط الدولة العباسية في العهد العباسي الثاني. لما نيجي نسألك في الامتحان يقول لك استمرت الفترة الأولى فترة قوة وضعف وهو فترة إيه؟ قوة. بما تفسر هقول تولي خلفاء أقوياء. إنما الفترة الثانية تسمى فترة الضعف. بما تفسر هقول تولي خلفاء ضعاف. اثنين في وجود دول مستقلة. ثلاثة وجود هجمات خارجية على الدولة الإسلامية بدءا من الصليبيين أو التتار. نبدأ بأبو العباس. أبو العباس ده هو أول خلفاء الدولة العباسية زي معاوية ابن أبي سفيان أول خلفاء الدولة الأموية. ده أول الخلفاء. طيب ايه اللي عمله معاويه؟ قال لك معاويه نقل الخلافه من الكوفه لدمشق. ابو العباس هيعمل العكس. قال لك نقل الخلافه وداها من دمشق ورجعها تاني الكوفه. ما استريحش في الكوفه، راح غير من الكوفه لمدينه في العراق اسمها الانبار. تمام؟ يبقى غير الخلافه مرتين. مرة من دمشق للكوفة دي المرة الأولى، والمرة الثانية من الكوفة للأنبار برضه في العراق مرة ثانية. طيب الحاجة الثانية الراجل كان بيحب الحج وبيحب الحجاج والعمرة كتير، فمهل الطريق
طريق الحجاج من الكوفة للمدينة المنورة، عشان الحجاج يوصلوا بيت الله المقدس بطريقة سلسة ومستريحة جدا. يبقى ما هذا؟ طريق الحجاج من الكوفة لغاية إلى المدينة. ده بالنسبة لأبو العباس. ندخل في أبو جعفر المنصور. أبو جعفر المنصور ملقب بأنه المؤسس الحقيقي للدولة العباسية، أو المؤسس الثاني. مؤسس الحقيقي، وزي ما قلنا أول ما يشوف الامتحان إما تفسر يطلق على أبو جعفر المنصور المؤسس الحقيقي، أو يطلق على عبد الملك مروان المؤسس الحقيقي للدولة الأموية، هقول نفس الكلمة، إنه قضى على الفتن والثورات التي كانت في عهده. قضى على الفتن والثورات. طيب، عمل إيه تاني أبو جعفر المنصور؟ إنه أنشأ مدينة اسمها مدينة بغداد، وخلاها العاصمة للدولة العباسية. أنشأ مدينة بغداد، وخلاها بقصي كده العاصمة. يقول لك في الامتحان من هو غير نظام الخلافة من الأنبار لبغداد؟ هقول أبو جعفر المنصور. من غير الخلافة من دمشق للكوفة؟ هقول أبو العباس. من الكوفة للأنبار؟ أبو العباس. من الكوفة لدمشق؟ معاوية بن أبي سفيان. تمام؟ طيب نقف هنا إن شاء الله، ونكمل المرة الجاية إن شاء الله. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الدولة الأموية والدولة العباسية والدولة الفاطمية. بعد كده اتكلمنا عن الدولة الفاطمية والدولة الأيوبية. النهاردة بإذن الله نكمل عن آخر دولة من الدولة السلسلة، وهي دولة المماليك. دولة المماليك تم إنشائها بعد مقتل توراتشا وتولي شجرة الدر أول شخصية من شخصيات المماليك في حكم مصر. نبدأ بملكة شجرة الدر. ملكة شجرة الدر كانت زوجة صلاح الدين بالدين ايوب، ومات صلاح الدين بالدين ايوب وجيب على طولاتشا وطولاتشا اتقتل، فاتبقى في حكم مصر شجره الدر. الخليفه العباسي رفض تماما ان تكون امراه على حكم مصر او امراه تتولى حكم المسلمين بما يعرف باسم شجره الدر. فاضطر شجره الدر ان تتجوز واحد من المماليك وهو عز الدين ايوب. واحد من ضمن المماليك اللي كانوا موجودين في مصر في الفتره دي، عز الدين ايوب تولى الحكم، ولكن حصلت مؤامره في النهايه ادت الى مقتل عز بن ايبك ومقتل شجرة الدر. الاثنين ماتوا، يبقى مين بقى يحكم مصر؟ يتولى ابن عز الدين ايبك وهو المنصور علي. منصور علي كان طفل صغير ما عندوش 10 سنين. يتولى بمصالح العام، يعني بيحكم مكان فتره مؤقته، يعني هو قطز سيف الدين قطز. قطز تولى بالوصايا للمنصور علي لغايه لما ظهر على المسلمين اكبر خطر في التاريخ، وهو خطر التتار. قال له بس يا حبيبي اقعد انت على جنب، لجا وتولى سيف الدين قطز حكم مصر. يبقى كما تفسر عزل سيف الدين قطز المنصور علي؟ عزله ليه؟ عشان يواجه خطر التتار. مش مصر تطلع هي قطز صغير مش عارف ايه، وصايا مش وصايا، احكم مصر لغايه ما خلص بخاطر ايه؟ التتار. نتكلم عن التتار. التتار تم انشاء ليهم بيد واحد اسمه جنكيز خان. الراجل ده قدر انه يوحد المغول او التتار في شرق اسيا، وقدر انه يزحف على الدول اللي قدام وما يرحمش اي دوله في وشه. لما يخش ويدمر ويحرق اي قريه واي مدينه واي دوله في وشه، لا بيهمهم علومه وثقافه ولا اطفال ولا نساء ولا شيوخ. كميه قتل طبعا التاريخ كله بيحكي عن اخطار او مصائب التتار اللي عملوها في شرق اسيا. بعد جنكيز خان بيتولى من بعده ابنه او حفيده هولاكو. هولاكو ده قدر انه يوحد تتار بريطانيا، ويقدر يدخل على مدينه بغداد عاصمه الدوله العباسيه، ويقدر يخش على بغداد ويدمر بغداد. والقصص كتيرة قوي عن تدمير التتار لمدينة بغداد، وكمية الثقافة والعلوم والكتب اللي تمت حفظها وردها في نهر دجلة والفرات في العراق على يد التتار. هولاكو بيبعت رسالة لمصر بيهدد الاستسلام أو الحرب على يد سيف الدين قطز. سيف الدين قطز صمم على قتال التتار، وإن
المسلمين مش هيقعدوا ساكتين قدام مولاه. فتم المقابله ما بين ثبت القدس وما بين مولاه في معركه كبيره جدا غرب في معركه عين جالب. قدر ثبت القدس بقوته وانتصاره وتحميسه للمسلمين انه يهزم مولاه ويهزم التتار وينقذ العالم الاسلامي وينقذ مصر تماما من خطر التتار. سيف الدين قطز وهو راجع من مصر حصلت له مؤامره فتم قتل سيف الدين قطز وجه بعد الظالم بيبرس. الظاهر بيبرس ده كان من ثاني ملوكي بيحكم بعد سيف الدين قطز. بيبرس ده كان مهتم جدا بالثقافه والعلوم وانه يفتح مدن صليبيه من بقيه من ايام صلاح الدين الايوبي. فتح مدن كثيره زي عكا وصور وصيدا المدن الصغيره لما فتحها عكا سور صيدا. اهتم ايضا بانشاء مدارس تثقيف المسلمين او العلوم زي المدرسه الظاهريه على اسم الظاهر بيبرس. بيبرس كمان اهتم بانه يعمل عمليه احياء الخلافه العباسيه مره اخرى في القاهره. احياء الخلافه العباسيه في القاهره. جاب خليفه من خلفاء الدوله العباسيين وعمل له قصر في القاهره وقال له بس احكم من هنا الدوله العباسيه. لكن الفكره ما كانتش لاقت اقبال كبير من المسلمين فتم اقبال الفكره تماما. الدوله المملوكيه لم تسير على مبدا الوراثه، يعني مش الملك يموت يجي بعده ابنه، لا لا الاقوى هو اللي يحكم، الاقوى هو اللي يسيطر. فاصبحت الدوله المملوكيه لم تسير على مبدا الوراثه. المهم الدولة المملوكية حكمت مصر فترة كبيرة جدا من العمر أو من الزمن، كانت دولة طويلة جدا بسبب موقعها المسيطر ما بين الشرق والغرب. يعني الدول الكبرى عشان تعدي تروح للشرق اللي هو الصين أو الهند لازم تعدي على أرض المماليك، لازم تعدي على أرض المماليك. وساعتها كانت بتدفع فلوس ضرايب كانت تسمى باسم النفوس، يدفع 10% 20% حسب دماغ أو حسب رغبة المماليك. وهم راجعين نفس القصة بيدفعوهم برضه فلوس. لغايه لما ظهرت دوله كبيره في اوروبا وهي دوله البرتغال اكتشفت طريق اسمه طريق راس الرجاء الصالح اللي بيلف حوالين قاره افريقيا زي ما احنا عارفين. اكتشاف طريق اسمه راس رجاء الصالح على يد البرتغال. ساعتها الفلوس في يد المماليك قلت جدا وبدات ثورات المصريين ضدهم لانهم كانوا بيفرضوا على المصريين ضرائب عوضا فلوس اللي راحت منهم. طيب يحصل ايه بقى؟ تفكك في الدوله، واصبحت دوله المماليك دوله ضعيفه جدا جدا جدا، واستغلها الفرصه دي السلطان العثماني اللي في الشمال في تركيا حاليا، السلطان العثماني هو سليم الاول، وقدر انه يهزم المماليك في موقعتين، موقعها في الشمال في الشام وموقعها في مصر. موقعتين قيادة هزيمه المماليك في موقعتين، موقعها في الشام وموقعها في مصر على يد سليم الاول. في الشام كانت على يده في موقعها اسمها موقعه برج ضابط، وفي مصر كانت موقعه الريدانيه. وهنا يتم انتهاء من دوله المماليك تماما في مصر على يد موقعها اسمها موقعه الريدانيه على يد السلطان العثماني سليم الاول. هنا يتم انتهاء من دوله المماليك كانت على خمس دول الإسلامية، دولة الأموية، العباسية، الفاطمية، الأيوبية، وانتهاء بالمملوكية. كده احنا إن شاء الله بإذن الله قاعدين كده على المنهج. المرة الجاية بإذن الله هنعمل مراجعة أسئلة عن الدول الخمسة دول بإذن واحدة واحدة. أشكركم طبعا، المرة الجاية نتابع مع بعض. كان اخر مره على ابو جعفر المنصور وقلنا ان ابو جعفر المنصور هو المؤسس لتحقيق الدوله العباسيه لانه قضى على فتره الثورات وانشا مدينه بغداد لتكون عاصمه للدوله الاسلاميه. لما جه في عهد هارون الرشيد، هارون الرشيد ده اهتم بحاجتين، اهتم بالعلماء، تاني حاجه انه اهتم بانشاء قصور، بانشاء الكثير من القصور. يعني ايه تهتم بالعلماء؟ يعني كان بيقرب جدا من العلماء منه، بيعمل لهم مجالس دوريه، وكان بيغلق عليهم او بيديهم اموال كتير في سبيل ان هو بيهتم بالترجمه والعلوم الاخرى والثقافات، بيستمع كتير جدا للعلوم الاخرى. لما جه في عهد المأمون، المأمون اهتم
بالعموم اهتم بحركه الترجمه. اهتم بالترجمه. تمام؟ وفي عهد المأمون كانت اقصى مساحه كبيره في الدوله الاسلاميه لترجمه الكتب في مدينه. لما جه في عهد المعتصم بالله العباسي، المعتصم اهتم بالجيش. المعتصم اهتم بالجيش عشان كان في عهده ثورات كتير، فتم القضاء عليها عن طريق هذا الجيش. يبقى بما تفسر اهتم المعتصم بالجيش هو بالقضاء على الثورات. طيب ايه اللي عمل المعتصم في حياته؟ قال لك ان هو عمل حاجتين مهمين جدا 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 في التاريخ الاسلامي، ان هو فتح مدينه من اهل الروم اسمها مدينه عمرو رجل. فتح مدينه عمرو رجل. الحاجه الثانيه ان هو انشا مدينه خاصه بالجيش اسمها مدينه سامراء. انشا مدينه سامراء. دي اللي هي حاليا في الارض. يبقى كده اسماء المدن اللي خدناها عشان ما نخش نفتحها مع بعض، ان معاويه انشا مدينه اسمها مدينه القيروان دي في تونس. ولما جه في عهد ابو جعفر انشا مدينه بغداد. ولما جه في عهد محسن بالله انشا مدينه سامراء. دي المدن اللي احنا علينا في المقام. طيب نسيب سبب سقوط الدوله لنتكلم في الدوله الفاطميه. الدوله الفاطميه دي دوله انشات في المغرب اقصى بلاد المسلمين. في بلاد المغرب العربي، فأول ما انشأت في المغرب العربي. وكانت قائمة على مبدأ أو المذهب الشيعي، إن هم يؤيدوا أقفال وأبناء سيدنا علي، ولابد أن تكون الخلافة في يد خلفاء أو في يد أحفاد سيدنا علي. يبقى ماشي على المبدأ الشيعي. لكن الدولة العباسية مبدأ سني، والأموية أيضاً مبدأ سني. الحاجة الثانية الفاطمية إنها أنشئت على يد واحد اسمه أبي عبيد الله المهدي. أبي عبيد الله المهدي. الراجل ده هو اللي أسس الدولة الفاطمية في بلاد المغرب العربي. الدولة الفاطمية طول حلمها أو طول عمرها بتحلم إن هي تستولي على مصر، لأن مصر ليها مكانتين بالنسبة لها. أول حاجة ليها موارد ضخمة جدا، وإن مصر قريبة من بلاد الحجاز اللي هي مكة ومدينة منورة مركز المسلمين في الوقت ده. طب يبقى الدولة الفاطمية اهتمت بالاستيلاء على مصر ليه؟ هقول بسبب إن هي اهتمت بالاستيلاء على مصر، هقول بسبب موقعها ومواردها. تمام؟ الخليفه الفاطمي اللي فكر فعلا وجديا انه يستولى على مصر بطريقه منظمه هو الخليفه المعز لدين الله الفاطمي. الخليفه المعز لدين الله الفاطمي. الخليفه ده جهز جيش قوي كبير جدا، ومهله ما بين مهل الطريق ما بين القيروان والاسكندريه اللي هو قرب مصر، وحفر في ابار عشان الجيش بتاعه يوصل مصر بطريقه مستريحه او بطريقه هادئه، ما يبقاش في مشاكل ويمشي في الصحراء كتير طبعا. فعمل اول حاجه ان هو مهد الطريق ما بين القيروان اللي هي حاليا في تونس والاسكندريه. وجهز جيش ضخم جدا 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 بزعامه او برئيسه واحد اسمه اللي انشا القاهره اللي اسمه الحاكم جوهر الصقلي. تمام؟ جوهر الصقلي قدر فعلا يدخل مصر ويحول مصر من دوله تابعه للدوله العباسيه الى ولايه تابعه للدوله الفاطميه. لما دخل جوهر الصقلي مصر عمل حاجتين رئيسيتين، اول حاجه عملها هو جامع الازهر، والحاجه الثانيه عمل مدينه القاهره. في شويه تفاصيل صغيره هنا نركز مع بعض فيها. ايه اول حاجه؟ من هو انشا القاهره؟ هو جوهر صقلي، مش اللي انشاها المعز لدين الله الفاطمي. يبقى اللي انشا القاهره اللي انشا جامع الازهر هو القائد جوهر صقلي. لكن اللي حول مصر الى ولايه فاطميه هو برضه جوهر صقلي. طيب المعز لدين الله الفاطمي كان دوره ايه في القصه دي كلها؟ دور المعز انه غير مركز الخلافه، مركز الخلافه من المغرب لمصر. تاني دور المعز لدين الله الفاطمي بعد كده ان هو نقل الخلافه، مركز الخلافه نقلها من
الحجر الأقصى إلى مصر، نقل الخلافة من المغرب لمصر. طيب في شوية صعوبات كده أو تركيات ناس كده بتلخبط بينها، الدولة الأموية، الدولة العباسية، الدولة الفاطمية، وهي سبب السقوط أو سبب الضعف. نركز مع بعض ونحط تقسيم وتشابه ما بين الثلاث دول، حتة مهمة جدا. لو نبدأ بالدولة الأموية، الدولة الأموية سبب سقوطها وسبب ضعفها أول حاجة ضعف الخلفاء. ضعف الخلفاء، حلو الكلام. العباسية نفس القصة، ضعف الخلفاء. الفاطمية برضه نفس القصة، ضعف الخلفاء. ايه تاني مثلا؟ الدولة الأموية، قالت الدولة الأموية المشكلة فيها إن هي كانت بتولي أكثر من ولي عهد. يعني الخليفة عنده ثلاث ولاد أو أربع ولاد، طب أنا هختار أولي مين فيهم؟ طب أنتوا الأربعة قالوا كده. بيموت الراجل يبدأ الولاد الأربعة يتخانقوا مع بعض، بموتوا مع بعض، فتحصل مشاكل كتيرة في الدولة. يبقى اسمها تولي أكثر من ولي عهد. الكلام كان موجود في الفترة العباسية؟ كان موجود، هو تولي أكثر من ولي عهد. حلو. لما الفاطمية بقى، قالت الفاطمية لا، الفاطمية كانوا بيهتموا بإن هم يولوا أكثر من وزير. يعني الخليفة يجيب وزير من هنا وزير من هنا يقول لهم فكرة، أنا عايز أنمي الزراعة. ده بيقترح اقتراحات وده بيقترح اقتراحات، وفي الآخر الخليفة هو اللي بينفذ. لكن لما الخليفة أصبح ضعيف مش قادر يسيطر على الدولة، بدأ الوزراء يتخانقوا مع بعض على حساب الخليفة. فبنسميها إيه؟ الصراع بين الوزراء. وأبرز صراع حصل هنا في الدولة الفاطمية هو آخر صراع كان ما بين آخر وزيرين، وزير اسمه شاور ووزير اسمه غرنان. ناس بتكتبوا كتير قوي. شاور آخر حرفين منه حرف الواو والراء. يبقى شاور ده استنجد بقوة خارجية بقوة واحد اسمه نور الدين محمود. وركز ان شاور آخر حرفين منه واو راء، ونور الدين آخر حرفين من كلمة نور واو راء. درغام أول حرف من حرف الضاد، شيل النقطة خليها صاد، استنجد بالصليبيين. اسألك في الامتحان، استنجد شاور بمين ودرغام بمين؟ هقول استنجد شاور بنور الدين محمود حاكم الشام، انه يبقى عنده قوات عسكريه يساعد يحارب بيها درغام، ودرغام يستنجد بالصليبيين لما قوه جت من اوروبا، هناخدها الدرس ده ان شاء الله اللي جاي اللي هو الدوله الايوبيه، وان هو يحاربوا شاور. الحقيقه نور الدين كان ذكي جدا وكان سريع في رد الفعل بتاعه، بعت القوة العسكريه بتاعته بقياده اثنين، واحد اسمه صلاح الدين الايوبي، واحد اسمه اسد الدين شيركو. اسد الدين شيركو وابن اخوه صلاح الدين. صلاح الدين الايوبي بعد الموت عمه اسد الدين شيركو قدر انه ينهي على الخلافه الفاطميه. يبقى من هو انهى عن الخلافه الفاطميه؟ هو صلاح الدين الايوبي. لكن الدوله الامويه نرجع تاني، سبب سقوطها ايه؟ سبب سقوطها الدعوه العباسيه اللي قامت على قد واحد اسمه ابو غزل من خراساني، وانتهت معركه معركه الذئب. طيب الدوله العباسيه تم سقوطها على يد ازاي او من امتى؟ قال لك ان دخولها التتار او المغول ودخلوا بغداد وقتلوا اخر خليفه عباسي. يبقى دخول التتار او بيبسط المغول وقتل اخر خليفه عباسي. وزي ما انتم عارفين ان هم دخلوا مدينه بغداد ودمروا المدينه بما فيها. دي الثلاث دول الرئيسيه اللي هنقولهم ان شاء الله بالنسبه للوحده الاولى. في اي مشكله فيهم؟ سبب قيامها، اهم الخلفاء، سبب الضعف، سبب السقوط. نبدا بالدوله الثانيه وهي الدوله الايوبيه والدوله المملوكيه. الايوبيه، قبل الدوله الايوبيه في خطر كده ظهر جديد على الدوله الاسلاميه وهو خطر الصليبيين. الصليبيين من هم الصليبيين زي ما كنتوا واخدينهم من الرابعه ابتدائي، او من الرابعه ابتدائي بالتحديد، ان هم مجموعه من الاوروبيين يحضرون الصليب جم على العالم الاسلامي طمعا في اراضيه وطمعا في الكنوز الشرق اللي موجوده في يد المسلمين. طيب ناخد الصليبيين هم عملوا ايه؟ ادي منطقه الشام، دي مصر، ده البحر الاحمر. الصليبيين
عملوا لنا تقريبا اكثر من 13 حمله صليبيه. اول حمله كانت الحمله الاولى والناجحه، كونوا من خلالها اربع امارات. اول حاجه اماره الرخم، اثنين انطاكيا، ثلاثه بيت المقدس، والرابعه اسمها طرابلس. يبقى عندك اربع امارات، الاولى الرخم، اثنين انطاكيا، ثلاثه بيت المقدس، واخر واحده طرابلس. الصليبيين نجحوا بسبب ضعف المسلمين، وبسبب ان المسلمين كانوا في حاله من الصراعات الداخليه. طيب تبدا المقاومه من المسلمين. قبل ما تبدا المقاومه، ان الصليبيين حولوا بيت المقدس دي مش اماره، حولوها مملكه. ليه؟ بسبب الاهميه الدينيه، ليها اهميه دينيه. دي اول حاجه. نبدا الصليبيين بالمقاومه. اول واحد يقاوم الصليبيين واحد اسمه عماد الدين زنكي. مين عماد الدين زنكي ده؟ كان امير زنكي في شمال العراق، قدر انه يستولى على اول اماره وهي اماره الروم، ومات الله يرحمه. يبقى اول القوم الصليبيين وهو عماد الدين زنكي اللي استولى على اماره اسمها اماره ايه؟ الروم. يموت عماد الدين زنكي ويجي من بعده ابنه اسمه نور الدين محمود. الله يمسك الراجل ده، خدناها بكده من اصل الدوله الفاطميه من خلال صلاح الدين الايوبي اسد الدين شيركوه. نور الدين محمود بيعمل حاجتين مهمين جدا، انه وحد المسلمين. يعني ايه الكلام ده يا مستر؟ انه ضم الشام وضم مصر، زي ما اتفقنا انه بعت اسد الدين شيركوه صلاح الدين انه يضم مصر للشام. الحاجه الثانيه عملها نور الدين محمود انه صد الحمله الصليبيه رقم 2، والصليبيين جايين بحمله ثانيه عشان يردوا ايه اللي حصل فيهم من نور الدين محمود، بس قدر يمنعهم نور الدين محمود من ان هم ياخدوا اماره الروها اللي خدها والده عماد الدين زنكي. يموت عماد نور الدين محمود ويموت عماد الدين زنكي. مين بقى اللي تولى امر الجهاد للمسلمين؟ وهو صلاح الدين الايوبي. صلاح الدين الايوبي يعمل حاجات رئيسيه. اول حاجه في مصر ان هو وحدها مع الشام، بيسميها وحد المسلمين. ماشي. الحاجة الثانية صلاح الدين انه قضى على المذهب الشيعي اللي كان موجود في مصر، يعني الفاطميين. يبقى اعاد المذهب السني لمصر، ولا ولد المذهب الشيعي تماما. طيب ايه اللي عمله صلاح الدين؟ صلاح الدين قدر انه يهزم الصليبيين في معركة اسمها معركة حطين. معركة دي عارفينها قصة كبيرة قوي، ان في امير امارة الكرك اللي هو قرناط قدر انه يعتدي على المسلمين، مما ادى صلاح الدين انه يستغل الفرصه دي ويحارب الصليبيين في معركه اسمها معركه حطين. المعركه دي من خلال صلاح الدين قدر انه يعمل حاجتين رئيسيتين. الحاجه الاولى ان هو يعمل حاجه اسمها استرداد، استرداد بيت المقدس، انه ياخد بيت المقدس من الصليبيين بعد ما هزمهم في معركه حطين، وانه يقتل امير اماره الكرك وهو قرناط. قتل قرناط جزاء لما فعلوا للمسلمين. الصليبيين هم ساكتين في اوروبا، لا 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 ما ينفعش. ارسلوا حمله صليبيه رقم 3، المكانه الاولى كونت 4، الثانيه صدها نور الدين، الثالثه هيواجهها مين؟ صلاح الدين. الحمله الصليبيه الثالثه، وكانت من اقوى الحملات الصليبيه اللي جاءت على المسلمين. ليه؟ لان كانت بدات قيادات كبرى في اوروبا، ملك انجلترا وهو ريتشارد قلب الاسد، وملك فرنسا وامبراطور المانيا. الحقيقه ان امبراطور المانيا غرق وهو جاي، وملك فرنسا بعد ما رجع للشام ومع مجيء الشام خبعه ومشي مع خلافات مع ريتشارد، اتبقى في قياده الحمله الصليبيه الثالثه وهو ريتشارد قلب الاسد. ريتشارد فيلس يتحارب مع صلاح الدين فتره كبيره من الزمن، ما عرفش ياخد معاه الحق ولا ضرر. النهايه خلاص ريتشارد قلب الاسد وقع مع صلاح الدين فيما يعرف باسم صلح الرمله. صلح الرمله ده من خلاله قدر صلاح الدين ان هو يبقى على يد المسلمين في بيت المقدس بالعلم. تمام؟ وهسمح لكم صليبيين تدخلوا بيت المقدس كحجاج وكزياره اماكنكم المقدسه دون اعتراض من المسلمين. واي امارات تبعكم موجوده في الشام يا جماعه بتاعتكم خليها معاها. تمام؟ الصلح ده
رجع صلاح الدين الشيطان بأسد وساب الحلال وساب الشام ورجع مرة أخرى إلى أوروبا. تستمر الدولة الأيوبية من بعده بيجي العادل ثم الكامل ثم الصالح نجم الدين أيوب. العادل هو أبو صلاح الدين أيوب. بعد ما صلاح الدين أيوب تحصل مشاكل في الدولة الإسلامية يقدر العادل بقوته وبذكائه إن هو يعني حاجة اسمها إعادة توحيد المسلمين مرة أخرى. الكامل الحاكم الصليبيين فكروا إن يعملوا حملة صليبية مرة تانية على مصر المرة دي. عملوا بناء اسمه بناء دمياط. قدر إن الكامل إنه يمنع الصليبيين من دخول مدينة دمياط. فمنع الصليبيين من دخول مدينة اسمها مدينة إيه؟ دمياط. تمام. يبقى آخر واحد في الدولة الأيوبية وهو الصالح نجم الدين أيوب. ده كان موجود في الشام وسمع إن في حملة جاية على مصر وهو جاي مصر مات. توفاه الله. استقبلت زوجته الحرب بدون أن تقول لحد إن صالح الملك مات اسمها الملكة شجرة الدم. استقبلت الحرب وقدرت إن هي تفوز على الصليبيين وبعد انتهت الحرب تماما تقدر تسلم الحكم بتاع الدولة لابنه منقب باسمه توران شاه. توران شاه ده بيدبر مؤامرة يقتل فيها المماليك بتوع أبوه، هناخدها درس إن شاء الله اللي جاي، وإن توران شاه المؤامرة اكتشفت فالمماليك قضوا عليه وتم قتل على يد المماليك. يقول لك إذا سقوط الدولة الأيوبية هو قتل توران شاه آخر خلفاء الدولة الأيوبية على يد توران شاه على يد المماليك. نقف هنا والمرة الجاية نكمل آخر درس هو درس المماليك بإذن الله. شكرا.